مشاهدينا ومتابعونا الأعزاء، نصل في هذه اللحظات إلى بداية نهاية انطلاقات سن الإبداع، سن الإبداع والإمتاع، وشوط الختام وتحدينا الخامس عشر والذي خصص للإبكار المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل من هنا من أرضية ميدان التلة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ورحلة الأربعة كيلومترات. فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين. شكرا لجميع اللجان التي تعمل لتنظيم هذه الانطلاقات والتحديات، وكذلك الشكر موصول للقيادة العامة لشرطة عجمان على حسن تنظيم المسار داخل وخارج الميدان. لأذكر بأن التوقيت الأفضل كان حاضرا مع غزوة بشعار خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي 6 دقائق 16 ثانية 91 جزءا من الثواني. أبدأ مع متعبة التي تنفرد مبكرا بالمركز الأول وتنطلق مع الصدارة. مبارك بن راشد بلحبالها للتبي. أما ثانيا يتقدم شعار أبو محمد ليدفع بالعزرة عبيد بن جاسم بن عبيد الفقير. وثالثا في هذه اللحظات لأتابع الأسماء التي تحضر وتندفع لتعلن عن تواجدها مع شوط الختام والبحث عن الناموس والانتصار. من تحضر سمحة سيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي، وحضر الترانيم مع رابع المراكز محمد بن خليفة بن ضبيب الشامسية، واندفعت كذلك أمجاد عيد بن خلفان بن محمد بن خلفان الغفلي مع خامس المراكز. أما سادسا كتارة محمد بن ناصر بن علي بن دلوان الاكتبي، وسابعا يحضر العرياني ليقدم لنا الربدة عبد الله بن خليفة بن سالمين العرياني. واندفعت كذلك في هذه اللحظات لأتابع الاندفاع والوصول من قبل العنود سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي. هكذا هي النتيجة ونداؤنا الأول يا ملاك ويا مضمرين، دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام. لأعود من جديد، أعود نحو البداية والصدارة ما بين متعبة وبين العزرة اللتان تنفردان بالمركز الأول انفرادة كلية عن بقية الأسماء والشعارات. متعبة لازالت هي المسيطرة على المركز الأول. مبارك بن راشد بالحبالة الاكتبي. العزرة تأتي لتحضر مع ثاني المراكز عبيد بن جاسم بن عبيد الفقير، وثالثا الأسماء بعيدات كل البعد لينحصر التحدي ما بين هذين الاسمين اللتان انفردتا انفرادة كلية بصدارة هذا التحدي حتى هذه اللحظات. العزرة بدأت بالتسلل لتغير وتنطلق مع المركز الأول مع الرقم واحد في هذه اللحظات. روح أبو محمد، روح ليدفع لنا بالعزرة مع آخر الكيلوات
الأخير الكيل المثير يا ملاك يا مضمرين بشعاري العزرة يحضر عبيد بن جاسم بن عبيد الفقير مقدما لشعاره وحاضرا مع العزرة مع الصدارة متعبة تحضر ثانيا مبارك بن راشد بالأحباله الكتبي وأيضا بن ضبيب يتقدم مع ثالث المراكز مع ترانيم والقادم كذلك بن مرخان مع سمحة لكني بعود أعود مع العزرة مع آخر الأمتار يا ملاك ويا مضمرين عبيد بن جاسم بن عبيد الفقير لشوط الختام لآخر التحديات لهذا الصباح من سيظفر بالانتصار ثانيا تحضر متعبة مبارك بن راشد بالأحباله الكتبي آخر الأمتار روحت العزرة لتبدأ بالانفراد والابتعاد بالصدارة مع آخر 400 متر يا أبو محمد روحت 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 بشعار عبيد بن جاسم بن عبيد الفقير لكن حذاري من الاسم القادم والذي يأتي مع ثاني المراكز بالأحباله وثالثا يبدأ بالوصول لكن العزرة وعبيد بن جاسم بن عبيد الفقير غادر بشوط الختام لآخر التحديات لهذا الصباح مع أبو محمد سلام يا العزرة سلام سلام يا الفقير سلام وسلام إلى اللبسة سلام أما ثانيا من تأتي لتصل العنود سالم بن سعيد الكعبي ومن هناك أتابع أظني كتارة مع بن دلوان وبقية المراكز عند أعضاء خطنا 6 دقائق 32 ثانية 79 جزءا من الثواني تهانينا والناموس